من رام الله بينضم إلينا سيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح. سيد عبد الفتاح أرحب بك عبر منتصف النهار. لك التحية دائما ولك التقدير ومن خلالك للمشاهدين الكرام. ولك أيضا ولكل أهالي فلسطين. ولكن يعني في حواراتنا السابقة دائما ما نتحدث عن عدد الموتى والشهداء وعن القتلى وعن الجرحى، ويعني أصبح في اليوم 90 بعد 200 هو ضرب من الجنون، هي إبادة جماعية. أريد أن أذهب معك ضيفي الكريم إلى مشهد آخر وهو زيارة نتنياهو. في هذا التوقيت هذه الزيارة يعني رأى البعض بأنها ليست لها وجاهة، لماذا يذهب إلى أمريكا ولا يوجد من يعتلي البيت الأبيض فعليا؟ يعني أمريكا الآن أصبحت جسد بلا رأس. نعم، قبل ذلك يعني واضح سيدتي أنه قدرنا أن نتحدث في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الإنسانية، وهي التي نعد فيها الشهداء على مدار 10 أشهر، والدم لم يتوقف في فلسطين، ولن يكن سهلا علينا، لا على من يتحدثون ولا على الإعلاميين الذين يتابعون لحظة بلحظة هذه المجزرة التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني. لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا الصوت هو صوت الأحرار وصوت الإنسانية في الوقت الذي عجز فيه العالم عن وقف هذه المذبحة. لا يزال هناك أمثالكم ممن يرفعون صوت الحق الفلسطيني ويخاطبون الضمير ويضعون العالم أمام مسؤولياتهم، ويقولوا يجب أن تظل الأعين شاخصة على ما يحدث في فلسطين. من حق هذا الشعب الفلسطيني أن يتحرر وأن يعيش بأمن وسلام، ونأمل أن يكون ذلك قريباً، وأن يكون الحديث في الفترات القادمة مغاير تماما. أتمنى يعني سيد عبد الفتاح، سيد عبد الفتاح، عندما نذكر أعداد الشهداء هي يعني تؤلم قلب كل عربي. سيد عبد الفتاح تؤلم قلب وتدمي قلب كل عربي، ولكن عندما نتحدث عن التحليل السياسي فإننا نحاول أن نجد في الأنفاق المظلمة نور من أجل أن نتحدث عن مستقبل فلسطين وإعادة الإعمار. أعود بك إلى صلب السؤال، ماذا يفعل نتنياهو؟ هناك اعتراض كبير على هذه الزيارة لأن أمريكا الآن أصبحت جسد بلا رأس يقرر مستقبلها. يعني بغض النظر عن الرؤوس التي حكمت وأدارت البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتغير تلك السياسة الثابتة في العلاقة الاستراتيجية ما بين أمريكا وما بين دولة الاحتلال. نعم، أمريكا اليوم في وضع ليس طبيعيا، لكن سواء كان رأس أو لم يكن رأس، الرأس القادم سيتقيد بتلك الثوابت التي تقول لن نتخلى عن دولة الاحتلال. يعني هم يتحدثون إسرائيل، وسندعم إسرائيل بكل ما أوتينا من أدوات للدعم، هذا ثابت لا يتغير. المساحة المسموح أن يكون فيها شيء من الخلاف هي في بعض القضايا ذات البعد السياسي ما بين الإدارات الأمريكية، ما بين إدارات حكومة الاحتلال، كما حدث مع نتنياهو والسيد بايدن في الفترات السابقة. لكن حتى في الفترة التي كان فيها هناك خلافاً بائنا في العلاقة ما بين إسرائيل وأمريكا، لم يوقف بايدن دعمه أبدا لدولة الاحتلال. هو قدم لها كل أشكال الدعم العسكري لقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة، قدم لهم الدعم المادي، وقدم لهم الحماية القانونية والفيتو. هذا ما سيكون عليه أي رئيس أمريكي قادم. نتنياهو الطريق الوحيد الذي مسموح له أن يسلك في هذه الأيام هو إلى أمريكا، لأنه مطلوب كمجرم حرب في دول العالم، وبالتالي صحيح. لا يستطيع أن يتوقف في أي دولة في مطارات. صحيح. وقبل أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ماذا فعل؟ أصدر قرار ما يسمى بكنيسة الاحتلال، نرفض قيام دولة فلسطينية. يقول الأمريكان هذا ثابت لا نتحدث فيه. أكد على أن شروطه قائمة فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة على الصفقة، واليوم هو نفذ مجزرة إضافية جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر في خان يونس. اليوم هو يريد الخطاب في الكونغرس، هو يريد أن يتحدث. طيب أريد أن أعرج على الخطاب الأمريكي. دعني أعرج على الخطاب. يعني سيد الكريم، خطابه في الكونغرس في الأربعاء، ما هي الصيغة التي تتوقع
أن يتحدث بها نتنياهو، وما هي الرسائل التي تتوقع أيضا أن يوصلها للشعب الأمريكي وأيضا للعالم؟ يعني الأهم بالنسبة له أن يحافظ على الدعم المتواصل من قبل الكونغرس الأمريكي. اللغة التي يستخدمها دائما وإن يعني سقطت وباتت ضعيفة اليوم أمام المجازر، يعني الرأي العام الأمريكي لم يسبق أن خرج بهذا الشكل، والطلبة والجامعات في وجه السياسة الأمريكية والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الضفة. هو يريد أن يكون لأمريكا أن ما أقوم به ضد الفلسطينيين وفي المنطقة هو من أجل أمريكا ومن أجل مصالح أمريكا. هو يريد أن يقول لهم أنا لا أواجه عدوي وفقط، أنا أواجه العدو وأعداء أمريكا مجتمعين. هو يريد أن يقول لهم أنا أواجه الإرهاب. أنا يعني كل هذه المصطلحات طيب التي لطالما استخدمها هو والأمريكان، وأن وجود وأن حرب المستمرة هي في مصلحة أمريكا أكثر مما هي في مصلحة دولة الاحتلال ليكسب ثقتهم ودعمهم المتواصل. لا جدال على ما تقول، ولكن في نقطة ذكرتها وهي الاعتراضات من الجانب أو من الأصوات التي يعني تؤمن بالحق الفلسطيني. كانت هناك مظاهرات عارمة في الجامعات الأمريكية وفي الشوارع مناهضة لما يقوم به يعني نتنياهو من إبادة وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني وطمس للهوية. كيف سيكون الحال عند وجود نتنياهو؟ هل تتوقع بوجود أعمال، دعني أكمل السؤال شغب، هل تتوقع بأن يكون هناك محاولة للاغتيال على شكل ترامب؟ لا يعني على الأقل سيسمع نتنياهو صوتا لم يعتد أن يسمعه في زياراته إلى الولايات المتحدة ولكنه الأمريكية. أصم سيد الكريم، ولكنه أصم، يعني أصم لأن بكل أسف لأنه الإدارات كلها تدعمه وهو مرتاح. يعني هو لا يستمع لنبض الشعوب، هو لو استمع لنبض الشعوب لما استمر في عدوانه. لكن لم يحدث أن كان نتنياهو ودولة الاحتلال معزولة بهذا الشكل الذي عزلت به ما بعد 7 أكتوبر. اليوم هم ملاحقون لارتكاب جرائم حرب، اليوم نتنياهو على القائمة السوداء. الآن وفي هذه الأيام نتنياهو موسوم قانونيا، يعني لا نتحدث ذلك نحن فلسطينيين بحكم العداء ما بيننا وبينهم، قانونيا وإنسانيا ودوليا هو مجرم حرب. بالتالي كل من يتحدث ويخاطب نتنياهو اليوم سيخاطب بأنك مجرم حرب. عندما يتلفظ الشعب الأمريكي بهذه العبارة في أمريكا ضد نتنياهو، هذا لم يكن ليحدث في الفترات السابقة. هذا قد يشكل حالة من الضغط ومحاولة التغيير في المواقف الأمريكية، لكن أعود وأقول أن هناك سياسة ثابتة لا يتحكم فيها الرئيس الذي يدير البيت الأبيض بقدر ما تتحكم فيها المنظومة داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد للرؤساء ضابط ثابت لا يمكن الخروج عنه، وهو العلاقة مع دولة الاحتلال. بايدن أكثر الداعمين لهذه السياسة. نعم. لو توجد إسرائيل لأوجدناه. سؤال أخير لضيق الوقت، تحدثت معك بأن أمريكا الآن جسد بلا رأس، ولكن هناك 3 رؤوس متوقعة: كاميلا هاريس، بايدن تنحى الآن أو عفوا انسحب من هذا السباق، وأيضا ترامب. من تتوقع أن يقابل نتنياهو في تلك الزيارة؟ يعني هو سيحرص على مقابلة الجميع، ولربما الثلاث لن يرفضوا مقابلته. هم يستخدمون أيضا لغة المصالح. نعم نتنياهو شبه اليوم لكل واحد فيهم لأنه موسوم بالإرهاب وموسوم بالإجرام، لكن أيضا هم لهم مصالح. وضع أيضا على قائمة العار، يعني أستاذ عبد الفتاح وضع على قائمة العار. صحيح. موقف صعب. يريدون أصوات ودعم اللوبي الصهيوني، ولذلك قد يغازلونه في جانب وقد يبتعدون عنه في جانب آخر. لربما لم تكن كاملة تتمنى أن تلقاه وأن يلقى الرئيس بايدن حتى تظل بعيدا عن ذلك، وإن كان تدعمه خفية، لكن الآن سيكون من الصعب عليها أن ترفض لقائه، وكذلك سيكون صعب عليها أن تقابل مجرما يقتل الشعب الفلسطيني اليوم. لذلك هم لا يتمنون أن هذه الزيارة قد تمت، وكانوا يرغبون لو أنها ألغيت في ظل هذا التغير الحاصل، لكن نتنياهو يريدها. نتنياهو فنان ولديه الاستعداد أن يحرج
الجميع، هو يريد أن يتحدث في الكونغرس وهو ماض في إيصال خطابه ومحاولة الدفاع عن نفسه وعن كل ما يقوم به من جرائم، علّه يحظى بالمزيد من الدعم من خلال الكونغرس الأمريكي. أشكرك سيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، شكرا جزيلا لك.